فيصل البلوغي كان قد تابع التدريبات التي أجراها الفريق الأزرق قبيل مواجهته للفيصلي في الجولة الخامسة لدوري زين للمحترفين. فيصل الملوقي كان قد تابع تدريبات الأزرق، وهذه اللقطات كانت لتدريبات الهلال اليوم. جرت هذه التدريبات ورصدت من قبل برنامج الملعب. في ذات الوقت مراسل البرنامج تواجدوا في أكثر من مكان لتغطية هذه التدريبات لكافة الأندية. يوم غد أيضا سيكون لدينا تغطية أوسع لعدد من الأندية الأخرى. سنتابع ونواكب هذا الأمر على أي حال في هذه الحالة.